وشعتني ليش هيك؟ خلص ما عاد بدي العب معك، ما عاد بتوجعني. ايه يلا دوري انا هلا. ها وجعتك. يلا بخاطرك. لوين رايحه؟ رايحه اشوف رئيس الكراكون شو صار معه. ما بطول، انت ديري بالك على صبحي بغيابي. خديني معك. ليش بدي اخذك معي؟ بقضي مشواري وبرجع. الله يوفقك، خديني معك. يعني بركي كمان انا بقدر ارجع املاكي. الله يوفقك. ماشي، روحي دكي ملايتك. ان شاء الله بتقبري. بس وينك؟ ما بتفتحي تمك بحرف، تركيني انا اتصرف. ايه هو. يلا خلينا نحط صبحي عند الجيران. يلا يلا. تعال تقبرني، نستنى زكية خانم هلا لبين ما تلبس. قبرني هالوش ما أهلين يا أخي. حضرتك حرمته لأبو خالد؟ إيه أنا حرمته. جوزك مسرقن عنا بالكراكون وطالب يشوفك ضروري. خير شو عامل؟ أنت تاع المخفر وهن بيفهموك كل شيء. ولي على قامتي، شو عامل يا رجال؟ السلام عليكم. فهمتي شو بدك تعملي أم فوزي؟ فهمت وما فهمت. كيف بقى؟ يعني فهمت أنت شو بدك يعني أنا أعمل، بس ما فهمت أنت شو حاطط براسك. مو ضروري. ايه مو ضروري كما بدك. انا رايحة هلا مشان جيب الجماعة مشان يجوا ياخذوا الذهبات. ايه ماشي الحال، بس وينك؟ اوعك يغيروا رأيونا. علي غيروا رأيونا اساسا بعد اللي صار امبارح. الست عواطف طاير على تفيك. شو هالحكي؟ هي قالت لك هيك؟ لا ما قالت لي، بس عيونا كانوا عم يحكوا حكاوي وقصص. خاطرك الله معي.